الاهلي والزمالك اقوى من الاتحاد، علشان كده الدنيا غير منتظمه وكلامهم هم اللي بيمشي، هل ده حقيقي؟ الاهلي والزمالك اقوى من الاتحاد وهيفضلوا اقوى من الاتحاد، ومهما غيرت شخوص للمسؤولين على الاتحاد ولا شخوص مجلس اداره الاهلي والزمالك، برضه هيفضل الاهلي والزمالك اقوى من الاتحاد لسببين. السبب الاول التاريخي هو ان الاتحاد اتاسس في حضن الاهلي والزمالك كطفل مدلل للاثنين، فعمره ما هيكبر عليهم. والسبب الثاني انه الاتحاد كل معظم قراراته يا اما خاطئه يا اما متاخره، فما بينالش قاعده جماهيريه تمكنه من الوقوف قدام شعبيه الاهلي والزمالك. يعني اما تيجي النهارده تدافعي عن الاتحاد قدام جمهور الاهلي او جمهور الزمالك مش هتقدري، مش هتقدر، لانه مش هتلاقي ما تستند اليه. دائما متهم، دائما بيتهم انت بعدين ليه ما تستقيل. على طول القرار الصحيح حينما يتاخر يصبح قرار خاطئ. بركات انت اهلاوي. القرار الصحيح حينما يصدر متاخرا يصبح قرار خاطئ. فالاتحاد دايما متاخر جدا في قراراته في مراجعاته، وبعدين ما بيبادرش بالاصلاح. يعني دايما الاتحاد يستنى ضغط اعلامي وضغط جماهيري وضغط انديه عشان يبتدي يفكر في الحل، لكن هو ما بيبادرش بالحلول. كابتن وليد قلت ان الرابطه دي حاجه كويسه، ليه؟ ما انا ايه الفايده يعني اللي احنا استفدناها منها؟ الفايده ان دول ممثلين عن ال 18 نادي، فانت مش هتناقض نفسك. يعني النهارده الاستاذ احمد دياب او كابتن عماد نتيجه او كل النتيجه كل هل وجودهم كان له تاثير طبعًا ايجابي طبعًا على اللعبه؟ مليون في الميه طبعا. على الاقل دلوقتي بقى القرارات بتلاقي رضا عند كل الانديه، لان انت اللي بتمثلني. يعني دي نقطه مهمه جدا. شفنا ازمه المحله الاخيره وتدخل الاستاذ احمد دياب، دي برضو ده من شغل الرابطه. فكرة انتظام الدوري هيبتدي يوم كذا هينتهي في شهر 6، يعني دي حاجات بتدعو. فكرة وجود خبير أجنبي، فكرة وجود سماعات محترمة للحكام، فكرة ان الحكام بقى ليهم ايمج مختلف، حتى الملابس اتغيرت، حتى الإضاءة، الفار. يعني لا، انا حاسس ان احنا يعني خطوات طبعا بطيئة، لكن للأمانة بالعكس دي خطوة كويسة جدا.